ما حكم الرياء في أمور الدنيا كأن يظهر الموظف اجتهادا إذا كان بحضرة رئيسه في العمل؟ ما يجوز هذا، هذا من الأمانة في العمل، من الأمانة في العمل ومن الدين. هذا لا يجوز أن يظهر الجد والاجتهاد بحضور المسؤول، وإذا ذهب المسؤول يتساهل في العمل، ما يجوز هذا. العمل في ذمته مطلوبا منه سواء حضر المسؤول أو ما حضر. نعم.